حقيقة موضوع القضاء بلبنان وصل لمحل ما عادش يطاق ولا يحتمل. في شواهد كتير بنشوف القضاء على الضعيف، بينما القوى المحمية كان طائفيا أو سياسيا أو ما إلى ذلك لا عليها خيم. مشكلة القضاء بلبنان من مشكلة النظام السياسي كله، يعني هي التركيبة كلها على بعضها. ما بنعرف يعني القضاء كيف بتشكل، التشكيلات كيف بتصير، نعم كل طائفة لها ممثلين، كل حزب له ممثلين، كل قوة سياسية لها ممثلين. إذا بدنا نبني دولة عن جد بدنا نبلش بالقضاء. والمشكلة إنه التدخلات ليس فقط من سياسيين واللي بالداخل، بيقول لك إنه وحتى في أيضا من دول خارجية بيصير في صحيح، تدخلات، مش وشفنا بس بالقضاء، بوين ما كان. شفنا القاضي محمد مازح يعني نعم عمل واجبه الدستوري أو نعم القانوني حسب اجتهاده. ضغطت السفيرة الأمريكية لإقالته مثل ما فضلت وقلت. يعني نعم هل قد نحن بلدنا سايب وقضاءنا سايب للأسف من الداخل ومن الخارج؟ أول خطوة لبناء دولة نروح على القضاء، وما تصدق إنه في حدا من كل السياسيين ما إله بالقضاء ومش بالل إله بالقضاء. أكيد أكيد فالمسؤولية هذا على الكل، والكل عليهم تحمل هذه المسؤولية. طيب، بالعودة إلى الملف السياسي اللي كنا عم نقول كنت سألتيني إنه عن برغم هيدي التناقضات اللي عم بتكون بخطاب واحد للوزير جبران باسيل، حزب الله متفهم للغة اللي عم يستعملها الوزير جبران باسيل، لبل سيدعمه رايحين للأخير ورح يدعموه بالانتخابات النيابية لأن صار واحد. فبالتالي الحق مش على الوزير باسيل، الحق على اللي عم يقبل هذا الواقع. اللي الحق عليهم بشو؟ إذا هن الحزب عم بيتعاطى بأخلاق وعم بيلتزم بموقف بورقة تفاهم موقعة مع الوزير جبران بس باسيل، هون في تبادل مصالح، بيكون الحق على الحزب. هلأ بنحكي عن المصالح. نعم. بيكون الحق على الحزب إذا مشي مع الوزير جبران باسيل مطرح ما بده ودعمه مطرح ما بده. يعني إذا جبران باسيل بهذا الخطاب المتناقض، بهذا الابتزاز الطائفي والسياسي وحتى الوطني لما بيبتز موضوع المقاومة، ما عليه يعني ابشع شيء سمع او سمعناه بالمؤتمر الصحفي اللي عمله انه عم بيقول نحن عملنا غطاء للمقاومه هن دعمونا بالسياسه. يعني حتى موضوع المقاومه اللي هي فطريا كلمه مقاومه بحد ذاتها موضوع فطري، اي انسان عنده كرامته الوطنيه منه بحاجه يكون دعم المقاومه بده مقابل، هذا واجب وطني. اذا راح الحزب مع الوزير جبران باسيل مطرح ما بده، مطرح ما بده الوزير باسيل يعني خلافا لقناعات الحزب، ايه بكون حق على الحزب. ولكن اذا الحزب عنده موقف في خط زيح ملتزم بورقه التفاهم، خلينا نرجع نقرا ورقه التفاهم. في شيء بند بالورقه بيقول انه لازم يكون موقف الحزب دائما متطابق مع موقف جبران باسيل؟ ما قرينا هيك شيء. في شيء بند بورقه التفاهم بيقول انه اذا حصل اي خلاف بين التيار الوطني الحر واي فريق اخر حكما الحزب لازم يكون مع التيار، حتى لو كان الخلاف بوجهه النظر السياسيه او الخصومه السياسيه مع حليف اخر للحزب هو حركه امل او سليمان فرنجيه محافظ الالقاب؟ نعم. بفتره الرئاسه ما في هيك شيء. الوزير جبران باسيل عم بيتصرف مثل الولد المدلل اللي بده كل شيء، بده كل شيء من الحزب، ممنوع الحزب يكون متميز عنه. سؤال اخر، لو يطلع قرار المجلس الدستوري حسب ما يريد جبران باسيل، كان عمل هالمؤتمر الصحفي؟ كان طلع عمل هذا الهجوم على الحزب وعلى الثنائي بشكل عام؟ بس هو هجم على الحزب، يعني هلا نتيجة حدا عاقل بيصدق انه هو طالع يهجم على الحزب وفي مصلحه كثير كبيره له انه الانتخابات يخوضها مع حزب الله، لان ما في يخوضها مع اي حدا ثاني من المكونات. ما هو ليش هو هجم على الحزب؟ لو هو بده يترك الحزب، بده يترك التفاهم، كان طلع قال كل الاسباب اللي قالهم. اذا بنراجع المؤتمر الصحفي اللي عمله، اكثر الوقت كان عم ببين وين هو منزعج اذا بدك من مواقف الحزب اللي اعتبره متماهي مع الحركه، مش هيك قال؟ نعم. وراح باساءه لما قال انه الحركه عم بتجر الحزب على امكنه اخرى الحزب مش مقتنع فيها. ها بالاخلاق السياسيه هي اساءه. كلنا بنعرف ايضا الحزب له يعني مش بحاجه الحزب حدا يبين له دوره ومكانته. نعم. والسيد حسن نصر الله وما الى ذلك. ولكن قال هو متمسك بالتفاهم. هذا رفع الصوت ورفع السقف، هدفه الابتزاز اكثر واخذ مكاسب، لان حسب ما ينقل من بعض ايضا القياديين اذا بدك بالتيار الوطني الحر انه الوزير جبران باسيل بهذه الدوره قطع الامل من فكره ان يكون رئيس الجمهوريه بالظروف الحاليه الموجوده اليوم. ما حدا بيجزم، ولكن بالظروف الموضوعية اللي موجودة اليوم لا يمكن لا أمل لجبران باسيل بأنه يكون رئيس الجمهورية.
فعم بيرفع هذا الصوت هالقد لياخذ شغلتين. اول شيء نواب اكثر، من ضمنه مثلا بعلبك او بالبقاع النائب اللي هو اصلا تاريخيا لحزب الله، لحزب القومي مثلا، او بجبال هو يسمي النائب الشيعي، او بالتعيينات وهذا السقف العالي باتجاه رياض سلامي وباتجاه حاكم المصرف، والاتهام ايضا للرئيس نبيه بري ولحركه امل بحمايته، هذا زور وبهتان. واذا بده يغيره للحاكم يروح يغيره، يروح رئيس الجمهوريه كما طرح ب 2017 من خارج جدول الاعمال التمديد لرياض سلامي، وهو مش من صلاحيه، مش من واجبات رئيس الجمهوريه، يتفضل كان فخامه رئيس الجمهوريه يطرح من خارج جدول الاعمال اقاله رياض سلامي. ليش ما عملها؟ وخلي ساعتها يبين اذا عن جد في الرئيس نبيه بري حامل رياض سلامي. فاذا هذه التناقضات، هذا الصوت العالي لجبران باسيل بالمؤتمر الصحفي هو نوع من الابتزاز ليكسب بالتعيينات الاداريه وليكسب بالانتخابات. وقال هو بعد من تسنه انه الانتخابات مع الحزب شيء والانتخابات بدون الحزب شيء اخر.